مقادير فريك باللحمه والجزر. كوبايه فريك طبعا يكون منقوع، عصير جزر، كوبايه مرقه، ملح وفلفل، جزر مفروم، زيت وزبده، بصل مفروم، ثوم مفروم، فلفل احمر مجفف، لحم يكون مسلوق، والمرقه دي تبقى مرقه اللحم المسلوق، كرفس، بقدونس، عصير ليمون، ومشروم متوسط الحجم. ليه الحاجات دي جايبينها وهنعمل بيها ايه؟ هنعرف حالا دلوقتي سوا. مش عايزين نار عاليه قوي في الوصفه دي، وهقول لكم ليه حالا دلوقتي. هاجي هنا هجيب المشروم الكامل الصغير، احط الزبده عشان اولا الزبده مش عايزينها تتحرق، ونحط المشروم كده ايه ياخد تشويحه مع الزبده، ورشه من الملح على المشروم، هيدبله برده شويه ويخليه يستوي اسرع سنه، رشه من الفلفل الاسود ورشه من الملح، تقليبه كمان، مشروم بدا شويه يطرى، ده كويس جدا. نجيب بقى مشروم كده على الاطراف هنا، هجيب هنا البصل، شوح البصل كده في النص هنا، وبعدين خلاص كفايه كده تشويح البصل، نجيبه كده على الاجناب برده، وناخد الكرفس، ننزل هنا بالكرفس، بعد الكرفس هناخد الثوم، بس نجيبه على جنب هنا كده، ناخد دلوقتي الجزر، دلوقتي نجيب الجزر كده على جنب برضو، واحط دلوقتي الفلفل الحامي اللي انا بحبه جدا، الفلفل الحامي المجفف. لو انتوا متحبوش الاكل الحامي ما تكتروش من ده عشان ده مرعب، انا بحطه كمان بالبزر بتاعه. حطيت معلقه من معجون صلصه الطماطم، ويا دوبك كده شوحتها مع المكونات. هاخد الفريك هصفيه من الميه، جاي هنا هنزل بالفريك، هنا بقى هجيب اللحمه المسلوقه، شوية كده من الشوربة بتاعتها، وبعدين هنعمل ايه بقى تاني؟ هنجيب عصير جزر. السلام على عصير الجزر والطعم اللي هيوديه للوصفة دي. وبعدين هنزود السائل شوية بإيه؟ بالمرقة اللي هي مرقة سلق اللحمة دي. نيجي هنا نحط شوية من المرقة، ونعمل ايه بقى دلوقتي؟ نغطي الخلطة دي ونسيبها على نار هاديه لغايه ما تستوي براحتها خالص. يلا بينا. هو ان احنا هنطلعه من على النار ونحط له البقدونس، وما حطيناش البقدونس من بدري ليه؟ علشان ما يسودش. بعد كده ندي تقليبه بعد ما طلعنا من على النار. شايفين الفريك طري ازاي وجميل؟